نعمل لك سوق، اختار كعبة نعطيك كعبة. فما شيكيتا، فما فاسيليتي شيكيتا، معناها ما كثرش من هكا، ما كثرش من هكا، أسوأ مناسبة. ما نحبش شيكيتا، أدفع وروح. فهمتني؟ جارونتي بريمير شوا تونا في جدد، هذوما الزوز زربيه قرويه ديدي سوندلي اثنين مع بعضهم كاليتي بريمير شوا تونا في 2018 يعملوا 350. نعمل لك فيهم سوم مزيان ونقسمهم لك على دي ترونش. مسيو انت باش تشري ولا؟ انايا والله نشري وما نشريش. قال لك 400. قال له قول له ياسر علينا. باه. تقبل علي 300 فلوسك حاضرة. ناخذ نشدوا العصا من الوسط 325. 325. نخلص 5000 يسير. خممتلها في حاجة عربي، ما خممتليش في حاجة سوري. معناها العربي تاخذها لأنك تحافظ على التقاليد. ميل كل يوم. مش تاخذ حاجه لي زوتر موديل، اما هذيك تقعد للمناسبات ديما حاجه عربي حاجه زربيه صوف وهذوك عموما اللي بتيت معناها اللي بتيت تاي ديما ما تخوش زربيه كبيره خاطر تقعد هي حتى بتيت تاي وتقعد رزينه. شنو عجبك بالضبط؟ معناها حاجه مزينه كو احنا نلقاو عرفتك اللي نحاولوا انه نشجعوا على تراث بلادنا، نحاولوا انه احنا نحييه وصناعتنا راهو محلاها. احنا تونس مزينه، تونس مزينه بتراثنا، عنا عاداتنا لازم نحيوهم. حاجه مزينه بالحق تفرحت لي انا ندور توا ونشوف في حاجات عرفت حاجه مصنوعه باليد محلاها تحسها. لا يعني عندي صناعه تقليديه الله واحد عليها وعلى عملتها خلت الجمرة. لو حد ذي صنعتها أنت وحدك. آه مالا. يعطيك الصحة. هذه الخمسة متاعنا ولا واحد تحرق فيك رقبتها ولا تعمل لها حب ولا هي شنوة. هاني مغطوسة في الفضة، هي نحاس تونسية ومغطوسة في الفضة. شمك الوحدة العنبر الله واحد. يا عيني يا عيني بقدي هذيك. تونسية هذايا هذايا العنبر الأصلي. هذايا ب 12 دينار نبيعوها لك بعشرة. ليان لكن خاطر نجمه، خاطر نجمه الغاليه زرابي. ما انت تو مثلا كي تشوف العربي هذوما وحنا نعرفوا معني لي جون تو نحبوا السوري، ايش قولك معني؟ خاطر الكاليتي ديما العربي تقعد خير. بيان سور في الكاليتي العربي خير، اما في البراتيك براتيكوم نقول السوري اخف واحسن في البراتيك. دونك ما شريت حتى حاجه عربي لذيذ، كل سوريا. عجبوك الزرابي؟ بيان سور مزيانين تراديسيونيل، حاجه تونس بالحلوه. هما الأسوان باهية شوية زاد. علاش بيهم الأسوان باهية شوية؟ باهية نتصور. معقولة بالنسبة للناس اللي يعرفوا قيمتها. زرابي هذوما عجبوني بار كونتر. وين؟ هذيك قال لك 400 دينار لثلاثة كعبات. أو بلاش فلوس تتصور. ويقبل عليك شيكات. باهية مريقلة ما تنجمش تبيع معاها. برا بيع معاها. هذوكم 700 دينار. مريقلين مزيانين ونخاس. يعطيك الصحة من فرنسا. بيان شك سي بجولي سي مانيفيك. C'est magnifique. Rit qui fait chnar pour le problème en Tunisie. Le problème en Tunisie, c'est qu'ils valorisent pas, ils valorisent pas le artisanal. Ils valorisent des trucs là-bas modernes. C'est pour moi, je sais pas aussi beau que ça. Ça c'est sublime. C'est artisanal, c'est sublime. C'est vraiment beau. D'accord, merci. C'est des milliers d'années de savoir-faire. واحدة سايحة لهنا كانت تشري في زربية، قالت نبهت في معناها في الناس التوانسة تمشي للحاجة الموديرن وتخلي الحاجة معناها حسيتها كأنها هي التعب. الدار التونسي يلزم حاجة هكا صغيرة لوكها تخليها ما يسالش تخسر عليها شوية ما يسالش في دار العبد ماذا بيها حسيتها كأنها هي قدرت صنعتنا وإحنا ما قدرنا. حق وجعتني الكلمة. مشيت لتركيا ومشيت لماليزيا ومشيت لقيتهم يقدروا في صنعتها، لقيتهم يقدموا، لقيتهم يبيعوا فيها للناس.
السواح كي نجيو احنا يعديونا سيركيات سيركيات على اساس اننا نشريو حاجه هكي غاليه مش غاليه احنا لازم نعملو كيما هكاك حتى انا نشوف لي لاسوي مقبولين رابور كاليتي بري مزيان نعرف فوالا مراش فيك حاجات كيما هكا تقليديه وكل راهم كاليتي معناها مش حاب معناتها واحد يلوش كان على الرخص راه كيقارن بالكاليتي بالرسمي تحسها معناها القوه ذاك هو والله مزين في برشا حاجات حلوين في الشواء الكل اي عروسه تنجم تاخذ في اي حاجه ما نبش تعرس على قريب يعني. ليه معرسه دي جايني اني معرسه نجم ناخذ اي نحب عليه زيد هوني نجم بدل صالون نجم ناخذ بيت فطور نجم ناخذ بيت صغير نجم اي اللي حب عليه اني الكل